عافيه عليكم. جتني فرصه باكر عازم جماعتي. يلا بالعافيه. الله يعافيك. عم مساعد اقولها مكانها. هذا المشمش. هذا المشمش. مشمش مشنا قوليها. هذا المشمش. مشمش مشنا. مشمش مشمش. بس بس ميها شنو اسمك يا حلوة؟ أشرقت. أشرقت وأنورت. تمنوا ما. المرقة. عليك المرقة. إي صدق تزعل. وتعوفون المطبخ تقعدين متحمسة. إي متحمسة. بعد الشاي يحترق مالكم. عندي عادي. ها؟ هندي هذا هندي. هم قالوا باجي لنا باكر الرز من جاب قلت له تقريبا يعني. لو شفتي له ما شفته وقت بالموبايل. اذا سلق لازم مطلوع. لازم مطلوع؟ اي ولازم لحم هواي. جيب مطلوع عمي. جيب مطلوع. يعني سريع؟ اراطنها اراطنها واخاف من براطنها. اهلا وسهلا بكم معنا وعليكم ان شاء الله. الحمد لله شفتكم شلونكم؟ لعب كره سله ان شاء الله طبخونا بالعافيه. ملك البنجاب هنا مطل اختنا وبنتنا ان شاء الله طبخ لك بالعافيه وشدي حيلك وصيري طالبه هندسه. سوي دوله. ها سوي دوله. يلا مع السلامه حبايب. شكل حلو وشكله مخربط. شكل مخربط؟ اي ما ملموم. صدقون؟ اي والله. يلا كل عام وانت بخير ان شاء الله وفوز دائما المنتخب الوطني. مع السلامه. الله يعافيك. متابعي المربد بعد فوز المنتخب الوطني طلعنا الى تجوال في شوارع البصره واكيد برعايه رز ملك البنجاب. مجموعه المشجعين نسالهم السلام عليكم. عليكم السلام. اين صحه مبروك الفوز. رحم الله والديك علينا وعلى الجميع ان شاء الله. شفت المباراه بالملعب ولا بالبيت؟ لا والله هنا بالكورنيش. بالكورنيش. إيه. والفعاليات اللي سويتوها والله واحد يتونس. هي هاي فرحتنا يعني مثل ما تقول كبيره راح اللي يلعبون هناك واحنا ناجي نفرح يعني هم فرحتنا. يلا بالله وياه. نلعب الملعب واحنا نلعب ايه. نلعب الملعب واحنا نلعب ايه. السؤال يقول السؤال شنو السؤال شنو. يقول شنو من اللي سجل هدف العراق؟ ميمي. ميمي ميمي بيا دقيقة تقريبا بالسبعين. غش شو عمي؟ لا بالسبعين. ها؟ 84. ولي؟ الك؟ ايه؟ الك طايحة. زين المباراة الثانية وين راح تكون؟ ما اسمع. فلبين. ما اسمع. فلبين. عافية عليكم. طبعا الك هدية مقدمة من قبل رز ملك النجاب. تعال ياخذها. ممنون حبيبي. جتني فرصة باكر عازم جماعتي. يلا بالعافية. الله يعافيك. وجودتها برعاية رز ملك البنجاب بعد فوز المنتخب الوطني العراقي على الفلبين. نزلنا إلى الشارع البصري وسألنا العوائل والشباب. أيضا معي عائلة أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. وأنت وألي بخير. مشكور. الله يخليك. شلونك بالرياضة؟ يعني زينة. إي أحبها. نص ونص. أحبها. اليوم شفت اللعبة؟ تقريبا يعني. لو شفتي لي ما شفته وقت بالموبايل. ها بالموبايل. اي بالموبايل بس متابعه يعني الفوز وكذا. تمام. منو اللي سجل هدف قلنا؟ ما ادري. هذا شاورك ميمي. ما حش ميمي. سالت منو واحد قال لي لين صادفنا طالعين احنا. ايوه ميمي. زين اعطيني مكونات الشوربه بسرعه. عدس وشعريه. وهاي شوربه ماجي. ومرات اسويها بصدر مال الدجاج. هاي الشوربه. اي انا خبيره بالشوربه يعني. حلو. ايه. واكيد خبيره بطبخ التمن. شيء اكيد. هو انواع التمن شنو؟ مرات تصير بازل مرات مو بازل مرات احمر اصفر. البازل افضل شيء يعني. اي خاصه احنا السمان يعني. اكو جمله تلفظيها وياي حتى تاخذون الهديه. تمام. جمله جدا سهله سهله. تمام. قولي هذه الشجره من شجره الشظاشظ. هذه الشجره من شجره الشظاظم. شظاشظ. الشظاظ. لا شظاشظ. الششاظ. لا بعد واحدة بس واحدة. الشظاشظ. الششاظ. هاي مساعدة اقولها مكانها. شظاشظ. لا تقولها من يمك. قولها حتى افوز. شظاشظ. الشظاشظ. الشباشل. اي يلا شلون؟ الشباشل. الشباشل. يا خليني عتمة احسن تاخذ الهدية وياك.
ايضا لازلنا معكم متابعي المربد في ليالي رمضان بعد فوز المنتخب الوطني. نسال مجموعه اخرى من الشباب واكيد جولتنا برعايه رز ملك البنجاب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حبيبي يا بعد راس رمح الله والديك بالعافيه. وين شفت المباراه؟ هنا بالبيت. لا والله هنا شفتها. وين الشباب؟ يا شبابي والله يا شباب. تبي طبيعتك رياضي؟ انا لا والله مو رياضي بس اشك انا احب الرياضه واحب اهل العراق يعني الحمد لله اشك. سؤال افتراضي تقدر تعلق لنا على المباراة مثلا؟ يعني شلون يعني مثلا ضربة مرمى مقطوعة من ميمي يتقدم يشيل شوية ضربة مرمى من الكابتن ميمي يا بعد راس رب يحفظ العراق والعراق يا رب. هذا معلق ايش مثلك ناس تنام. عاش العراق عاش 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 العراق عاش 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 العراق. ان شاء الله دائما عاش العراق ودائما الفوز والافراح. احنا راح نعطيك تمن حتى تزود تكبر الكرش. تعالي انا تعال. ايضا لازلنا معكم متابعي المربد بعد فوز المنتخب الوطني تجولنا مع العوائل مع الشباب واكيد جولتنا برعايه رز ملك البنجاب. مرحبا. مرحبا. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وعلينا. وايضا مبارك فوز المنتخب الوطني لك وإن شاء الله. والله شفت المباراه؟ يا الله كلش حلوه. وين شفتيها بالبيت؟ لا والله بالبيت. بالبيت. اي والله. وحمام. اي كلش حلوه. زين كرستوا حب وياهل وهيك؟ اي طبعا شيء اكيد. زين من سجل الهدف؟ ما اعرف. ميمي. اي بس انا ما اعرفهم. اي وانت شنو اسمك يا حلوه؟ مشمش. شلون؟ مشمش. مشمش الله يخليها من سماها مشمش. امها. مشمش يا مشمش وانت شنو اسمك؟ علي. علاوي الورد. مشمش هذا المشمش من شمشمشنا. ايه. قوليها هذا. ايه. المشمش مشمش مشمش هذا المشمش مش من شمشنا. هذا المشمش مش 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 قوليها هذا المشمش. هذا المشمش مش مش مشنا. مش مش مشنا. مش مش مشنا قوليها. مش مش مشنا. هذا المشمش. هذا المشمش مش مش مشنا قوليها. مش مش لا لحن لحن. هذا المشمش. هذا المشمش مش مش مشنا. مش 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 وانت سمعنا مشاركة علاوي؟ ما حافظ. علاوي تحب التمين؟ ايه. تعرف يسوي التمين؟ شلون تقر ابويا طباخ؟ شلون؟ ابويا طباخ. اه حلو الله يحفظه هو طباخ. ايه يعني يطبخ بال اي مناس لا مناسبات. اه حلو. يعني عنده بصمة بالتمين. ايه وانت طالع على الواد. ايه شو تريد اسوي لك؟ والله شو تسوي التمين والله؟ برياني تريد تبس مطبق شو تريد؟ التمين دائما يا شنو؟ رفيق دربه منو؟ ايه شعرية طبعا هاي الأمور. التمين رفيق دربه منو؟ رفيق دربه دائما التمين هو؟ تمن وما تمن وماش تمن ومرقه تمن وما مرقه تزعل عليك المرقه. اي صدق تزعل يا ما تعبكم. سياره قريبه اخذي هديتكم مقدمه من قبل رز ملك البنجاب. تفضل. وينك مشمش؟ قول افتح يا سمسم. افتح يا سمسم. شفتي سمسم فتح؟ تعال عمو تعال يا حلوه. حمدي عادي. ها نوب حمدي هذا حمدي. ايضا لازلنا معكم متابعي المربد وجولتنا برعايه رز ملك البنجاب بمناسبه فوز المنتخب العراقي. جولنا مع العوائل مع الشباب. نسال عائله اخرى. السلام عليكم. رمضان كريم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم. الله اكرم. الله يحفظكم. الله يخليكم. تعرف ابو من؟ ابو احمد. اهلا يا ابو احمد. شلونك عمو؟ شنو اسمك يا حلوه؟ اشرقت. اشرقت وانورت. اهلا يا اشرقت. من سماها؟ الدكتورة. اسم جميل جدا. دكتورة مرحبا. شلون صحتك؟ مرحبا. اهلا وسهلا. الله يحفظك. رمضان كريم عليكم. الله يكرمك جميعا. الله يخليك. عندكم بعد من الاولاد يعني؟ اي عندنا اولاد اثنين وبعد بني همين. الله يحفظهم. الله يخليك. دكتورة بطبعك رياضية تحبين الرياضة ولا متابعة يعني فقط تتابعين؟ لا انا متابعه جيده ممكن حلو. تقول لان بالذات يعني اذا يلعب المنتخب يعني باقي الـ يعني الالعاب ما هالقد اتابعها يعني بس تحصيل حاصل لعبه يعني للمنتخب العراقي. لا اكون متابعه جيده. اجواء وتشجيع. اكيد اكيد. وتعرفون المطبخ يعني متحمس. متحمس. بعد الشاي يحترق مالكم. لا لا متحضرين يعني قبل وقت. ايه. شفت المباراه اليوم؟ ايه الحمد لله والشكر. حلوه. من اللي جاب الهدف؟ والله هو ميمو محمد. ميمي. بس بصراحه احنا ما كنا راضين يعني اقول لك مو مستوى الطموح لعبه يعني. ايه يعني كنا نتامل انه اكثر اهداف بس مع هذا الحمد لله. لا الحمد لله والشكر يعني بالمحصله والنتيجه النهائيه فاز المنتخب. اسمع السؤال راح يجيك. شنو اسم مدربنا؟ مدربنا ايش
كاساس 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 كاساس. وانت يا حلوة شو سمعينا مشاركة شي منا منا تلعبين طوبة؟ ايه. ها؟ ايه. تعرفين تلعبين طوبة تيلو تلعبين طاق؟ ما تلعب ماكو طاق بعد؟ لا لا طاق ماكو بعد. شو تلعبين عام وانت بالبيت؟ الكترونية. أعمال يدوية. ايه شو تسوين أعمال يدوية؟ أصور. ايه حلو. هاي القصايب حلوة يا ظفر هنيك. الله يحفظكم ان شاء الله. عيني ابو علي قلت مو ابو احمد ابو احمد الغالي ما تعبكم لكم هديه مقدمه من قبل رز ملك البنجاب تفضل الله يحفظكم ان شاء الله. نعم تبخير ان شاء الله. هم قالوا باجينا باش الرز من الجاب قلت الله يحفظكم بالعافيه ان شاء الله. تحياتي الله يحفظكم. لازلنا معكم متابعي المربد وجولتنا برعايه رز ملك البنجاب. بعد فوز المنتخب الوطني نزلنا مثل ما تجولنا وسلنا الشباب والعوائل ايضا عائله اخرى. السلام عليكم. عليكم السلام. الله كريم الله كريم عليكم ورحمه الله وديك شلون زين. الله يحفظك ورحمه الله وديك شلون زين. مرحبا مرحبا مربع اين عليكم اهلا وسهلا. مرحبا عمو. مرحبا شلون صحه؟ الحمد لله. يا مرحله دراسيه اول متوسط. عافية عليك. شو الطموح ان شاء الله شو راح تكونين؟ مهندسه. مهندسه مدني يعني لو عامل ونفط نفط نفط ان شاء الله. وبالنسبه لك رياضي ولا لا؟ انا هو الرياضه طبعا شيء اكيد كلها تحبها. يعني اليوم نتحدث عن فوز المنتخب الوطني. شاهدت المباراه؟ اي نعم شاهدناها بالبيت. اي بالبيت شاهدناها صحيح. بس هيك قبال الشاشه لو قدامك فتشي حلويات؟ لا طبعا شيء اكيد رمضان شو بغلاوه زابيه حلويات. شلون ابي المطبخ زين؟ شلون لعد؟ اي دوله اول ما تركض على الدوله هو الدوله يعني سهله سهله. اي والله يعني ورق عنب مو سهله. اي طبعا. او سيليك لا ورق عنب اطيب على بالنسبه لي. بس هو السلق هو من الافضل ورق عنب. اذا سلق لازم مضلوع. لازم مضلوع. اي ولازم لحم هواي. جيب الضلوع عمي جيب الضلوع. خليك على السلق خليك على السلق. السلق بس تمله شيء بسيط مو؟ اي طبعا. نسالكم سؤال جدا بسيط وليد الاجابه من خلالك حتى من ثم الهديه تكون من نصيبك. السؤال يقول مسلسل عراقي مسلسل عراقي شاهدناه في رمضان الماضي والان الى جزء ثاني. خان الذهب. ها؟ خان الذهب. خان الذهب. الجزء الثاني شو يسمونه؟ خان الذهب البداية. البداية، زين، انطيني اسم ممثل من عنده. رويدة؟ رويدة شاهين. رويدة شاهين، ايه رويدة شاهين بعد. عندك بيبر. ايوه بيبر. فيها متابعة زين. غسان اسماعيل. غسان اسماعيل اساور عزت مو؟ ايه. الفنان الكبير سامي سامي قفطان. ايه صح. شفت شلون؟ هسه جملة تقولها من كلمة واحدة فقط فقط. اوكي؟ يلا قولها الكلمة بسرعة بس. جملة من كلمة واحدة؟ ايه قولها بسرعة. يعني سريعة؟ ايه. اراطنها اراطنها واخاف من براطمها. حلو والله. اراطنها اراطنها واخاف من براطمها. حلو قول يا عم. أراطنها. ايوه أراطنها أراطنها وخافا من براطنها. أراطنها أراطنها وخافا من براطنها. خيط حرير على حائط خليل. سهلة هاي. خيط خليل على حائط خليل. شلون؟ خيط خليل. حرير. خيط حرير على حائط خليل. خليل. حلو. ما تعبكم. وياي على رز ملك البنجاب. تفضل. ان شاء الله طبخونا بالعافيه. ملك البنجاب هنا مطلع اختنا وبنتنا. ان شاء الله طبخ لك بالعافيه وشدي حيلك وصيري طالبه هندسه. سوي دوله ها سوي دوله. يلا مع السلامه حبايبي. الله يسهل امورك. عيني وعليكم ان شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. شلونكم؟ لعب كره سله ان شاء الله. رمضان كريم علينا وعليكم اجمعين. اخوان بدايه شفت المباراه وين؟ بالبيت على الكورنيش بالكوفي يعني. شفناها تجمعنا يعني اصدقاء وطلعنا شفناها طبعا ما حاجزين تذكره بعد ليش نروح نسوي ضجه ونسوي تشجيع اي حلو. كنت تتوقعون المنتخب يفوز؟ كنا متوقعين النتيجه اكثر من هيك لان بافضك وجمهورك. الحمد لله الحمد لله شكرا لك. الحمد لله شكرا. ثلاث نقاط احسن من ثلاث نقاط. وصديقي من سجل المباراه الهدف قصدي الهدف ميمي. لو انت مكان ميمي تقول لا طبعا يعني زين. شباب يعني سؤال افتراضي اذا انت مثلا صار لك فرصه ان تنزل المنتخب تلعب تقدر تقاوم يعني الركض؟ انا بصراحه مو رياضي. مو رياضي. جيب لهم الطوبه. اي عافيه جيب طوبه. بالنسبه لك لا عادي اقاوم ترى رياضي. مين شو تلعب وسط؟ لا هجوم.
هجوم شكرا هداف دفاع دفاع. يقول لك انا اشوف حزوره دائما اذكره لانه سهله حلو وشكله مخربط. حلو وشكله مخربط شنو يعني ماكو فد هو حلو شكله يعني مخربط. هو اكيد اكو مساعده هو اكيد موجود هم على المائده بعد الاكل. مرات واحد يتفطر يخلص يعني تبدي يسحب ماكو اختيارات. ها شكر شلون؟ شكر تعال تعال هنا تعال يا قال لك شكر ما حد قال لي هو حلو وشكله مخربط. شكر حلو وشكله مخربط. شكر شكر شكله مخربط اي ما ملموم صدقون اي والله. القونيه مالت الشكر كم حبه بيها هذا هو بس حلو بعد اسهل من ذاك وين ها قولوا ياي شاكر وشكريه تقاسموا كيس الشكر. يلا ما اعرف اقول لو جبت روحك الشكر قلت مو شكر اي شكر. يلا شاكر وشكريه شاكر وشكريه تقاسموا كيس الشكر بسرعه. شاكر وشكريه تقاسموا كيس الشكر. شاكر وشكريه تقاسموا كيس الشكر. شاكر وشكريه تقاسموا كيس الشكر. شلون شاكر وشكريه تقاسموا كيس الشكر. كل واحد اخذ 25 كيلو. شاكر وشكريه تقاسموا كيس الشكر. شاكر وشكريه تقاسموا كيس الشكر. نرجع الى حلو شكله مخربط. راح اشركم بالاشاره يا اللي جاوب صحيح قبل الهديه له. اوكي بالاشاره تفطرنا خلصنا جبنا الباكيت فتحنا. مرات نجيب كيلو مرات ما عنده كيلو وين مرات شكله زلابيه شنو زلابيه زلابيه البقلاوه زلابيه البقلاوه زلابيه شايف شكلها كان كتابة صينية هي حلوة. يلا يا صديقي الهدية من حصتكم تفضلوا ياي قريبة السيارة. كل عام وانتم بخير رمضان كريم. يلا كل عام وانتم بخير ان شاء الله وفوز دائما المنتخب الوطني. مع السلامة. الله يهديك.